السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نبدأ درسنا لهذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو الأحد التاريخ 1 من شهر تشرين الثاني اللي هو شهر 11 من سنة 2020. اليوم يا عالم الألوان راح نتعرف على مفهوم جديد في مادة الرياضيات وهو مفهوم الجمع. في البداية راح نراجع الأعداد اللي تم أخذها. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. نعيد كمان مرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. مرة أخرى. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. تعرفني على الألوان في المرة الماضية على إشارة اسمها إشارة اليساوي، تذكرينها اسمها يساوي، اسمها يساوي، واليساوي عبارة عن خطان، شوفوا قد بعض، خطان متوازيان، شوفوا كيف يعني الألوان قد بعض منفصل. هاي الإشارة اسمها يساوي. اليوم راح نتعرف على إشارة جديدة اسمها زائد أو الجمع. هي اسمها الجمع ولكن إحنا لما ننادي عليها بناديها إشارة زائد. هي زي يساوي خط وبقسمه من النص، شوفوا أسهلها، شارع وبقسمه من النص الزائد. حلوة صح يا عالم الألوان إشارة الزائد؟ إذا زائد يساوي، زائد يساوي، زائد يساوي. مرة أخرى نكتبها، إشارة الزائد أو الجمع، واحد وبقسمه من النص، واحد شارع هيك مستقيم على السطر وبقسمه من النص، واحد وبقسمه من النص، يساوي زائد. لازم يا عالم الألوان هذول الإشارتين تحفظهم زي اسمها، لأنه أي مسألة لازم تحكي زائد يساوي، لازم يكونوا موجودين بالمسألة. في عندنا مجموعة من التمارين الصفية على اللوح، بالأول بدنا ناخذ أمثلة ما تخصها بعدين ناخذ التمارين عليها. الآن بدي أعد لعالم الألوان كم عندي علبة من المعجون، كم عندي علبة هون أنا وياك؟ واحد، اثنان، هي اثنان. بعد ما يأتي إشارة الزائد، كم عندي علبة؟ واحد، اثنان، زائد، واحد، يساوي. اثنان، زائد، واحد، يساوي. هكذا تقرأ مسألة الجمع. لما المس تطلب منك تقرأ لي هاي المسألة هيك بدك تقرأها. اثنان، زائد، واحد، يساوي. اثنان، زائد، واحد، يساوي. هلا انت معاك علبتين معجون. اوكي؟ معك علبتين. واجا البابا اعطاك كمان علبة. كم بيصير معك علبة يا عالم الالوان؟ انعدهم. واحد، اثنان، ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة. طب أنا بدي أمثل لكم إياها على أدق. طبعاً على أدق. أنا معي علبتين معجون، هي واحد هي اثنان. معي علبتين. وأجا البابا أعطاني كمان علبة. هي أول حطها هيك. البابا أعطاني كمان علبة، أوكي؟ أنا معي علبتين معجون وبابا أعطاني كمان علبة. كم يساوي؟ بقربهم على بعض وبعدهم. واحد، اثنان، ثلاثة. نفس العدد، شفتوا كيف؟ معي علبتين معجون، البابا أعطاني كمان علبة، اثنان زائد واحد كم يساوي؟ اللي يساوي يا عالم الألوان بدك تقربهم على بعض عشان تجمعهم، أوكي؟ بنعد، واحد، اثنان، ثلاثة، إذا المجموع هو ثلاثة. ننظر إلى المثال الثاني. عندي الآن ثلاث كاسات بلاستيكية. وأعطتني أختي كمان كاستين. عندي ثلاث كاسات زائد اثنان، كم يساوي؟ يعني أنت معك ثلاث كاسات
واجت اختك اعطتك كمان كاستين، كم يساوي يعني كم بيصير عندك كاسات؟ كم مجموع الكاسات نعدهم؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. الجواب هو خمسة. أمثلها على أي علامة الألوان؟ انظر. الآن أنا معي ثلاث كاسات. أنا معي علامة الألوان ثلاث كاسات. هاي ثلاث. واحد اثنان ثلاث. هاي ثلاث كاسات. أوكي؟ أعطتني أختي كمان كاستين. بطلع من الإيد الثانية اللي هو زائد اثنين، بطلع اثنين. كم يساوي؟ اللي يساوي بقربهم على بعض. بعدين بعدهم. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. نعيد مرة ثانية. معنا ثلاث كاسات زائد كاستين، هي ثلاث زائد كاستين، يعني بدي أطلع من إيد الثانية اثنين. يساوي اللي يساوي معناته بدي أقربهم على بعض عشان أجمعهم وأعدهم. كم يساوي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. الجواب هو خمسة. ننظر إلى اللوح. عندي الآن مجموعة من الأمثلة نحوي على الألوان. كم عندي بالمربع سمكة؟ عدهم معي. واحد اثنان، هي اثنان. زائد كم عندي سمكة؟ واحد اثنان، هي اثنان. يساوي بدي أقرأ المسألة كيف؟ اثنان زائد اثنان يساوي اثنان زائد اثنان يساوي. عندي سمكتين، أنا صدت سمكتين ورديت رجعت على البحر، صدت كمان سمكتين. كم مجموع السمكات صار عندي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة. قبل ما أكتب الأربعة هون بدي أعملهم على أدنى. أنا صدت سمكتين ورديت رجعت كمان صدت سمكتين. اثنان زائد اثنان كم يساوي؟ يساوي بقربهم على بعض بعدهم. واحد اثنان ثلاثة أربعة. بدي أكتب بالمربع أربعة. ننتقل لمثال آخر. في عندي هون ثلاث تفاحات. واحد اثنان ثلاثة، هي ثلاثة. زائد واحد اثنان زائد اثنان يساوي ثلاث تفاحات. زدنا عليهم كمان تفاحتين، كم عدد التفاح؟ نعد. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. لاحظ علامة الألوان أثناء عملية العد لازم تأشر على العدد بعدين تقرأ. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. الآن خلينا نمثل هاي العملية على أدنى. معي ثلاث حبات من التفاح، بطلع على أي ثلاث. واحد اثنان ثلاث، هي ثلاث. زائد كم زائد؟ اثنان. بطلع اثنان على الإيد الثانية. يساوي بقربهم على بعض بعدهم. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. بكتب خمسة. ننتقل هون لمثال آخر. واحد زائد واحد يساوي، كيف بدي أحلها؟ الإيد العدد الأول بحطه على الإيد الأولى، هي واحد. زائد واحد، بطلع على الإيد الثانية واحد. كم يساوي؟ بقربهم على بعض. واحد اثنان، بكتب اثنان. مسألة أخرى. واحد دغري علم الألوان بطلع واحد. زائد اثنان دغري بطلع اثنان. يساوي بقربهم على بعض. واحد اثنان ثلاثة، بكتب ثلاثة. عندي كمان مسألة. واحد بس بدك تقرأ دغري اجمع على أيديك حتى يطلع عندك الناتج صحيح. واحد بطلع واحد. زائد ثلاثة. واحد زائد ثلاثة، بطلع دغري ثلاثة. يساوي اللي يساوي يعني بقربهم على بعض بعدهم. واحد اثنان ثلاثة أربعة، بكتب أربعة. آخر مسألة يا علم الألوان. واحد دغري بحط على إيدي واحد. زائد أربعة، بطلع على إيدي أربعة. اللي ما بيعرف كيف يطلع على إيده أربعة هيك سكر إيدك اعمل. واحد اثنان ثلاثة أربعة، هي أربعة. يساوي يساوي بقدرهم على بعض، بدي أعدهم. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، بكتب خمسة. وبهيك يا عم الألوان احنا بنكون أنهينا درسنا لهذا اليوم لمفهوم الجمع. نعيد مع بعض. إشارة يساوي
زائد يساوي زائد. نرجع نستذكر الأعداد مرة أخرى. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. كمان مرة نرجع نقرأ مسألة واحدة بطريقة صحيحة، ومطلوب منك يا عالم الأبواب أنك تقرأ المسألة بطريقة صحيحة وتوجد الناتج كمان. هلا هاي المسألة، أنا كيف بدي أقرأ المسألة مع الناتج؟ كيف بدي أقرأ؟ هطلع عليها. واحد زائد ثلاثة يساوي أربعة. شفتوا كيف يا عالم الألوان؟ وبهيك بنكون خلصنا. الله يعطيكم العافية.